السنان أنت في المنزل تتصفح هاتفك وتشاهد مقاطع فيديو متنوعة، وفجأة تنقطع الكهرباء. ليست مشكلة كبيرة، فالهاتف لا يزال يعمل حتى ينفد شحن البطارية. لكن عاجلاً أم آجلاً ستتساءل لماذا لا يتدفق ماء المرحاض عند انقطاع الكهرباء؟ بالطبع المرحاض ليس موصولاً بمقبس كهربائي في جدار الحمام، وعند دفع مقبض تدفق الماء تندفع كمية كبيرة من الماء من الخزان إلى الوعاء، ويعمل بقوة الجاذبية إن كان منزلك يضم نظام إزالة فضلات يعتمد على الجاذبية. وفي حين أن الجاذبية في خدمتنا دائماً ما لم يكن المرحاض في الفضاء، فهناك مشكلة واحدة تبرز عند انقطاع الكهرباء: لا يمتلئ الخزان بالماء. ما الحل السريع؟ اصطف وعاء المرحاض يدوياً بسكب دلو من الماء فيه، وعندما تعود الكهرباء سيمتلئ الخزان بالماء مرة أخرى. من ناحية أخرى ستقع على الأرجح في مأزق أكبر إن كان نظام إزالة الفضلات في مرحاضك يعمل بالكهرباء، ومع هذا النظام تمر الفضلات عبر الأنابيب وتجتمع في حجرة، فتحتاج إلى مضخة كهربائية لنقلها إلى المجاري. لذا إن لم تكن تريد وضع نفسك في موقف محرج فاشتري مولد كهرباء للطوارئ. كما تعتمد طريقة عمل السباكة على مصدر الماء في منزلك ومكان إقامتك. إن كنت تعيش في منزل خاص فستحصل على الماء لكنه سيتدفق بضغط أقل، وسيستمر حتى نفاذ برج ماء المدينة من مخزونه. وستواجه موقفاً مماثلاً إن كنت تستخدم مياه الآبار، سيكون أمامك بعض الوقت لقضاء حاجتك باستخدام المياه المتبقية في الخزان. يتطلب ملء البئر مضخة والتي تعمل بأجل الكهرباء للأسف. أما إن كنت تعيش في مجمع سكني فينقطع الماء بعد انقطاع الكهرباء مباشرة. في معظم المباني العالية تصل المياه إلى كل شقة بفضل مضخات في القبو، وأنت تعرف الآن المشاكل المتعلقة بالمضخات التي تعمل بالكهرباء. نظام السباكة في المباني العالية معقد للغاية، لدرجة أن هناك خرافات تدور حوله. تقول إحدى هذه الخرافات إنه لو شطفت جميع المراحيض في الوقت نفسه فقد يؤدي ذلك إلى انهيار المبنى، لكن في الواقع لن يحدث أي شيء، لأن ناطحات السحاب لا تعتمد على نظام سباكة واحد، بل يقسم إلى مناطق متعددة تخدم أماكن معينة ويتوزع الضغط فيما بينها. هناك خرافة أخرى مرتبطة بالمراحيض تقول إن الماء في وعاء المرحاض يدور في الاتجاه المعاكس في أستراليا بسبب تأثير كورياليس. هذه الظاهرة لها تأثير على طريقة تحرك الهواء، لذا تدور الأعاصير عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف الأرض الشمالية وباتجاه عقارب الساعة في نصف الأرض الجنوبية. لكن تأثير كورياليس أضعف من أن يحدث أي تأثير على حمامك. يعتمد اتجاه تدفق الماء على تصميم المرحاض فقط. لكن لنعود إلى موضوع انقطاع الكهرباء. هل يمكنك الاستحمام أثناءه؟ نعم، لكن فقط في حال كنت تستخدم سخان ماء تقليدي على شكل خزان. إن كان الخزان ممتلئاً والماء ساخناً فيمكنك الاستحمام، لكن لا تنتظر لوقت طويل، فبدون الكهرباء لن تبقى المياه دافئة سوى لبضع ساعات فقط. وإن كان انقطاع الكهرباء سيستمر لبعض الوقت فمن الأفضل أن تقتصد في استخدام الماء. لا تحتاج بعض المراحيض إلى الماء أصلاً، على الأقل لا تحتاج إلى الكثير منه، وتستخدم قوة الشفط بدلاً منه، وهكذا تدخل محتويات وعاء المرحاض إلى الأنابيب بقوة الشفط. في الطائرات يدفع هواء المقصورة ذو الضغط العالي الفضلات إلى الخزان بالأسفل بالمعنى الحرفي للعبارة، وتستخدم مراحيض الشفط كمية صغيرة من الماء ومعقماً لشطف الوعاء وتعقيمه. توفر هذه الطريقة الماء وتخف الوزن على الطائرات، لكنها تعتمد على الكهرباء أيضاً. أما بالنسبة لاستخدام الحمام في الفضاء فإنه تجربة مختلفة تماماً. بدلاً من الحمام العادي يستخدم رواد الفضاء WCS،
والذي يرمز إلى نظام جمع الفضلات. للتعامل مع الفضلات في بيئة تنعدم فيها الجاذبية يستخدم نظام شفط لإرسالها إلى حاوية خاصة، وبعد ذلك تحول معدات متطورة الفضلات السائلة إلى ترقب الصدمة مياها صالحة للشرب. هناك فكرة هندسية مذهلة أخرى تتمثل في جعل المراحيض نفسها مصدراً للطاقة. صنع طالب في مجال التصميم الصناعي مولداً كهربائياً ينتج الكهرباء من مياه المجاري أثناء سقوطها عبر الأنابيب، ويعمل هذا المولد مثل سد كهرومائي صغير يركب في نظام سباكة المبنى. هذه التقنية غير مصممة للمنازل الخاصة، لكن قد تكون مفيدة في المباني الشاهقة والتجارية. قد تتحقق هذه الفكرة في المستقبل، لكن لنلقي نظرة سريعة على ماضي مرحاضك السحيق. ظهرت المراحيض البدائية الأولى قبل 5000 سنة على الأقل، وتخلصت الحضارات القديمة من الفضلات باستخدام تيار مائي. اشتهر الرومان القدماء بأنظمة المجاري المتقدمة على نحو مدهش. تحولت الحمامات العامة في عصرهم إلى أماكن للتواصل الاجتماعي، ويبدو هذا الأمر في غاية الغرابة عندما تفكر به في العصر الحالي. اخترع سلف المرحاض الحديث في العام 1596 على يد السير جون هارينغتون، وهو الابن الروحي للملكة إليزابيث الأولى. ضم التصميم وعاء بيضاويا بعمق 60 سنتيمتر شطف بماء متدفق من خزان بالأعلى. وفي 60ياتي و70ياتي القرن 19 كان بإمكان سكان باريس قضاء حاجتهم دون الحاجة إلى مغادرة الشارع. وزع أكثر من 1200 حمام في الهواء الطلق في أنحاء المدينة، وكان بعضها في غاية الجمال لدرجة أنها اعتبرت أعمالاً فنية. يمكنك العثور على ما تبقى من هذه الحمامات في بوليفارد أراغو. وفي 80ياتي القرن 19 قدم المصنع البريطاني توماس ويليام توايفورد أول مرحاض قائم بذاته من السيراميك. وفي ذلك الوقت كانت أوعية المراحيض تصمم وتلون بأشكال معقدة على عكس الأوعية البيضاء السادة الحالية. صنعت أول مراحيض شطف ناجحة على يد توماس كرابر. هذا صحيح، لم يخترع كرابر المرحاض الحديث كما يعتقد الكثيرون، لكنه جمع أفضل الأفكار الهندسية وأضاف بعض التحسينات الجديدة مثل آلية ملء الخزان التي لا تزال تستخدم في الوقت الحاضر. لكل ثقافة تقاليدها الخاصة المتعلقة بالحمام، وفي بعض الأحيان قد تصيب هذه التقاليد المرء منا بالحيرة عند السفر إلى دولة مختلفة. لا يستطيع العديد من السياح التعامل مع المراحيض اليابانية لأنها تستخدم تقنية متقدمة تضم أزراراً لرفع الغطاء وتدفئة المقعد وتشغيل المجفف أو البخاخ وتشغيل الموسيقى. وفي مكان ما وسط كل هذه الأزرار يوجد زر الشطف. ولا تنسى إحضار مناديل الحمام ومعقم اليدين عند زيارة كوبا، وذلك لأنك لن تعثر على هذين الغرضين في معظم الحمامات العامة هناك. ومن الأفضل أن تأخذ محفظتك إلى الحمام العام في السويد، ففي المدن الكبرى هناك يجب عليك أن تدفع مقابل استخدام الحمامات العامة. تصرف هذه الأموال في صيانة هذه الحمامات وإصلاحها. هناك نظرية تقول إن الناس يعتنون بالمكان بشكل أفضل عندما يدفعون مالاً من جيوبهم عليه، لأسباب بديهية لا تضم أنتاركتيكا نظام المجاري المعروف. يجمع العاملون في هذه القارة الجليدية الفضلات ويحرقونها في أفران حرق. أظن أن الأمر سيكون صعباً على المصابين بسلس البول هناك. هل سبق ولاحظت أن أبواب أكشاك الحمامات العامة لا تصل إلى الأرض؟ تساعد هذه الفتحات على معرفة ما إن كان الكشك شاغراً أو في حال احتاج الشخص داخل الحمام لمساعدة طبية عاجلة. كما تتميز الجدران والأبواب الأقصر بتهوية أفضل، لذا ومن حسن حظنا تتبدد الروائح بسرعة أكبر. إلى جانب ذلك لا توجد أغطية على أغلب المراحيض العامة، بل مجرد مقاعد. يكمن السبب الأول في أن هذه الأغطية عرضة للكسر، لأننا نركلها بأقدامنا لفتحها.
بالإضافة إلى ذلك، لسبب غير معروف يحب بعض الناس أخذ أغطية المراحيض من الحمامات العامة. هذا أمر غريب. عدم وجود غطاء للمرحاض أمر سيء، لأنه يفضل إقفال الغطاء في كل مرة تشطف فيها المرحاض، ويعود السبب إلى تناثر المياه. عند شطف المرحاض تطلق المياه المندفعة جزيئات مجهرية من الفضلات في الهواء، وتختلط مع الهواء الذي تتنفسه وتغطي جميع الأسطح المجاورة، وهذا يشمل حامل مناديل الحمام ومنضدة الحمام والجدران والأرضية وحتى السقف. نخشى جميعاً الجراثيم في الحمامات العامة، لكننا لا نضغط زر المصعد بأقدامنا، وهذا أمر غريب، فعدد الجراثيم على هذا الزر أكثر بأربعين مرة من عددها على مقعد مرحاض الحمام العام. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.